لقد أراد سمو أمير البلاد وهو القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين، أراد لشباب البلاد أن يحظوا بشرف حمل السلاح دفاعا عن حرية الوطن وأمنه واستقراره، وليكونوا درعا يحمي منجزاته ليتابع مسيرته على طريق الخير والبناء. وقد أصدر سموه مرسوما أميريا سنة 1968 بتأسيس قوة دفاع البحرين، وعين سمو ولي العهد قائدا عاما لهذه القوة. وقد لبى شباب البحرين نداء الواجب وانخرطوا في صفوف قوة دفاع البحرين وتوجهوا إلى ميادين التدريب بكل اندفاع وحماس. وبعد الاستعراض توجه سمو الأمير إلى قصر القضيبية، حيث احتشد الآلاف من أبناء البلاد أمام القصر وفي فنائه لتقديم تهانيهم لسموه بالعيدين، العيد الوطني الأول وعيد جلوس سموه العاشر. وكان سموه يستقبل المهنئين في قاعة الاستقبال الكبرى ويغمر كل واحد منهم بمحبته وعطفه. وبينما كان الموكب السامي متوجها إلى الرفع، احتشدت جماهير الشعب في شوارع العاصمة المزدانة بأقواس النصر وأعلام البحرين لتحيي أميرها المحبوب وتعبر عن تصميمها لمتابعة مسيرة الخير والبناء لهذا البلد الطيب. لقد عمت الفرحة البلاد وزادت الفرق الموسيقية الشعبية من بهجة هذه الفرحة. في المساء أقام سمو الأمير المعظم مأدبة عشاء تكريمية بهذه المناسبة في قصر القضيبية، حضرها عدد كبير من الوزراء وكبار الرسميين والوجهاء وضيوف البلاد.
في الليل لبست البلاد حلة زاهية من الأنوار والزينة، وسبحت ميادين العاصمة ومبانيها وأقواس النصر التي أقيمت في كل مكان بالألوان والأنوار، فكانت تعبيرا عن الفرحة والأمل الذي غمر البلاد في عيدها الوطني الأول وعيد جلوس أميرها المحبوب. لقد كان عهد سموه عهد خير ونمو وبناء في كل المجالات، ففي المجال العمراني تركز الاهتمام على تخطيط المدن وتجميلها، فارتفعت المباني الجميلة في مختلف أنحاء البلاد، كما زاد نمو التجارة من حركة السفن في ميناء سلمان فتضاعفت الصادرات والواردات. وساهم في نمو البلاد الاقتصادي تطور القطاع الصناعي وصناعة الألومنيوم بوجه خاص بعد إنشاء شركة ألومنيوم البحرين. لقد زادت أهمية موقع البحرين كمحطة جوية رئيسية